هنروح لأول فقرات برنامج الأشبال وهنبتديها مع أخبار الناشئين والأشبال في الصحف والمواقع. وهنبتدي أخبارنا اليوم مع أهلي 2001 يفوز على سموحة في افتتاح بطولة الجمهورية. كان النادي الأهلي بقيادة الكابتن أحمد سراج مواليد 2001 تحت 18 سنة فاز على سموحة في المباراة التي أقيمت على ملاعب الناشئين بمدينة نصر 1-0. كان ابتدى النادي الأهلي بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى حمزة علاء، وافتكروا معانا هذا الاسم، حمزة علاء في حراسة المرمى، خط الدفاع عمر حجاج وهاني عمرو ومعاز أنور ومحمد أشرف، خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعربي بدر ومحمد سلامة وحمادة الفيل وعمر رزق، وفي خط الهجوم محمد ياسر الوافد الجديد من نادي شربين. في الشوط الثاني أحرز الأهداف طه محمود، كان بديل وأول لمسة ليه نزل في الثواني الأخيرة بدلا من معاذ أنور، أحرز هدف اللقاء وفاز النادي الأهلي في افتتاح مشوار بطولة 2001 لدوري الجمهورية 1-0 على سموحة. هنشوف الخبر الثاني. الخبر الثاني أيضا من دوري 2001 وأولى مفاجآت بطولة 2001، وهو فوز اف سي مصر على نادي الزمالك بنتيجة 1-0. هنشوف الخبر معانا. اف سي مصر يحقق أولى مفاجآت دوري الجمهورية 2001. انتزع فريق اف سي لكرة القدم 2001 بقيادة الكابتن وليد جابر المدير الفني هدف أمام نادي الزمالك. كمان الكابتن وليد جابر يعني وجه الشكر لمجلس الإدارة والدكتور عطية السيد. دكتور عطية السيد هو رئيس قطاع الناشئين في اف سي مصر، من الجنود المجهولة في كرة القدم. الدكتور عطية السيد عامل مجهود كبير في كل قطاعات الناشئين التي تولاها من قبل، سواء بتروجيت او النهارده موجود في اف سي مصر. كمان بيذلل كل العقبات امام الفريق. كان احرز الهدف اللقاء اللاعب هنروح يفوز على العبور 6-1. دي الاهلي شباب النادي الاهلي بقيادة الكابتن عمرو انور، ايضا الجمهورية مواليد 99. كان النادي الاهلي لعب مباراة ودية امام العبور 6-1. احرز الاهداف صلاح يحيى هدفان وصالح نصر. افتكروا معايا اسم صالح نصر. صالح نصر من اللعيبة المميزة اللي انا اتوقع ان شاء الله ممكن ياخد فرصة السنة دي في الفريق الاول ويطلع وينضم للفريق الاول من خلال التدريبات. صالح نصر. اقول لحضراتكم اللي احرز الاهداف تاني، صلاح يحيى هدفين وصالح نصر ومحمد احمد بيسو ومحمود بشار ومحمد شكري هدف لكل منهم. ايضا هنشوف اهلي 2003 يستعد لبطولة الجمهورية بمعسكر مغلق دمياط. دي اخر استعدادات فريق 2003 بقيادة المدير الفني كابتن محمد سعد. كان عامل معسكر مغلق في دمياط، ومن خلال المعسكر ايضا ستقام لقاءات ودية. بطولة 2003 ان شاء الله سوف تنطلق يوم السبت 14 سبتمبر القادم. برضو هيكون اول مواجهة لفريق 2003 امام سموحة ثم الزمالك. إجراء جديد في قيد اللاعبين بمنطقة القاهرة لكرة القدم. برضو منطقة القاهرة، وهيبقى معانا النهاردة تقرير مهم جدا لأول مرة سوف يذاع على برنامج الأشبال وحصري عندنا من خلال منطقة القاهرة. منطقة القاهرة النهاردة بتعمل إجراءات علشان تقضي على التزوير والتسنين. كل سنة بتطور في إجراءات القيد، كل سنة بتحاول تدي الحصانة للأندية، وكمان عشان تمنع الموضوع التزوير والتسنين اللي انتشر خلال الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا ومبالغ فيه. برضو السنة دي عملت منطقة القاهرة حاجة جديدة، هي إقرار توقيع ولي الأمر. برضو لازم في إقرار من ولي الأمر شخصيا، علشان وغالبا ممكن يكون في المنطقة، علشان برضو نقضي على موضوع التزوير والتسنين. عندنا خبر مهم جدا، خبر هو أحزنني شخصيا، هو انسحاب أسوان من بطولتي دوري الجمهورية للناشئين 2001 و2004. دايما الصعيد مليء بالمواهب، دايما الصعيد مليان بالمواهب. لو نزلنا الصعيد، سواء حتى النادي الأهلي ما بينزل الصعيد، دايما بيطلع مواهب من خلال الاختبارات. منتخبات مصر الناشئين والشباب والأولمبي، خاصة الناشئين أو الشباب، لما بيتعمل اختبارات لمنتخبات مصر دايما بيكون في مواهب موجودة في صعيد مصر، سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وكمان أسوان. لما أشوف نادي بحجم أسوان، طبعا بنبارك له إنهم السنة دي موجودين في الدوري الممتاز، حاجة مميزة جدا، حاجة بتفرح الصعيد كلهم إن يبقى في نادي متمثل في الصعيد موجود في الدوري الممتاز. النهارده ينسحب نادي أسوان من بطولة 2001 و2004. كنت أتمنى يكون موجود، كنت أتمنى اتحاد الكرة المصري
يعني يذلل العقبات لنادي أسوان علشان نقدر نشوف مواهب تخدم الكرة المصرية.